This talk about the emerging trends for pneumococcal disease prevention, وحنفوكس اساسا على البريفينار 13 او البي سي في. طبعا كبدايه كلنا عارفين it's an endless story, الكومبيتيشن في الاندستري, كل الاندستري الصحيه مش الادويه بس, بيجوا ورا بعض الشركات. ده الكلاسيك هاند اوت اللي بيجي لنا دايما, العمود الطويل بتاع المندوب اللي داخل لك والعواميد الصغيره بتاعه المنافسين. وديس افاكت ان اي ساتلايت سيمبوزيوم انت بتشوف نص الحقيقه, كل اللي بيتقال حقيقي بس انت بتشوف نص الحقيقه. ده اللي بيحصل في الستاند الون ميتنج, انت بتسمع لوجهه نظر واحده. في الانسبونسر ميتنجز ممكن تسمع على وجهتين نظر. This is satellite symposium, a webinar sponsored by Pfizer, the manufacturer of Prevnar 13. وعشان كده احنا هنشوف كل ما يتعلق بهذا الباكسين النهارده. Just quick reminder, بيبتدي النيوموكوكال ديزيزز بكولونيزيشن اوف الستريب نيموناي في النيزوفارينكس, وبعدين يحصل لوكال سبريد يديني اوتايتس ميديا سينسايتس او حتى نيمونيا بس نون باكتريميك, ودول اسمهم نون انفيزيف نيموكوكال ديزيز. طب لو من النيزوفارينكس حصل سبريد باي بلاد, هيعمل مننجيتس او باكتريميا او سيبسز, ودول اسمهم invasive pneumococcal diseases, بس كمان معاهم البكتيريميك نيمونيا. لو النيمونيا بقى فيها بكتيريميا it's called again invasive pneumococcal disease. طيب how to evaluate a vaccine, احنا عايزين نمنع, مش هدخل في الديزيز, انا عايز امنع هذه الديزيز. الفاكسين الايديال او الرول بتاعه you reduce and prevent the infection, وفي نفس الوقت يريديوس ذا نيزوفارينجال كارج عشان نكسر السايكل. ليه؟ لان اتفقنا لو ما فيش نيزوفارينجال كارج وما فيش اورجانيزم في النيزوفارينكس اوتوماتيك مش هيبقى فيه انفيجن. عشان ايفالويت الفاكسين عندنا حاجه اسمها افيكاسي, ودي في الكلينيكال ترايلز بتتعمل راندمايز كنترول بلايندد ترايلز, وبنشوف الفاكسين بيشتغل ولا ما بيشتغلش. امال بيفرق ايه عن الافكتيفنس لما ينزل في ارض الواقع ريال لايف سيركمسي؟ يعني في الافكتيفنس انا قلت التطعيم يتاخد في مواعيد معينه, مش كل الناس بتاخدها في هذه المواعيد. لو كان في الافكاسي ستادي بيبقى اكسكلودد لما الفايوليت المواعيد, ممكن يتاخر في الافكتيفنس, ممكن ما ياخدش كل الدوزز. تمام, فبنشوف الإفكتيفنس بتاعة الفاكسين. ثم يجي الإمباكت اللي هو تأثيره على الكوميونيتي كله, سواء اللي خد واللي ما خدش باي سيرفيلانس داتا ما قبل الفاكسينيشن وما بعد الفاكسينيشن, بنشوف الإمباكت إن الكوميونيتي. طب أول فاكسين اتعمل نيموكوكال كونجوجيت فاكسين كان البريفينار 7 البي سي في 7, دول السبعة سيرو تايبس. وبعد كده اتشال البريفينار 7. ليه؟ لان نزل بريفينار بي سي في 10 وبريفينار 13 او بي سي في 13. لو تاخد بالك السبعه سترينز او سيرو تايبس اللي كانت موجوده في 7 موجوده في التو فاكسينز بي سي في 10 او بي سي في 13, زاد عليهم في البي سي في 13 ثلاث اللي هم اللي انا عاملهم باللون الازرق اللي هم 6A و19A وسيروتايب 3. السؤال اشمعنا دول؟ ليه دول؟ دول لما نيجي نشوف هنلاقيهم either severe disease, aggressive disease or multi-drug resistant. اهو. And also they are not uncommon. High incidence of complications. عشان كده مهم قوي انهم يبقوا متغطيين بطريقة أو بأخرى. النايت مير هي سيروتايب 19 A. ليه؟ لما البريفينار 7 نزل نزل كل النيوموكوكال البردن اوف انفيزيف نيوموكوكال ديزيز نزل جامد, زي ما انت شايف العمود اللي على ايدك اليمين بتاع 2004 كله نزل. لكن بص للحته الحمراء في العمود اللي هي 19 A, زادت. يبقى دايما اللي سميناه سيروتايب ريبليسمنت. صحيح الاوفر اول اوتكم
نزل من أكثر من 1100 حالة إلى أقل من 300 حالة لكن في السنة، لكن ال 19 إيه زادت. طب الإندستري رياكتد إزاي؟ اللي بينتج بي سي في 7 اللي هي فايزر كانت وايز زمان، راح قال لك أنا أحط ال 19 إيه في الفاكسين بتاعي الجديد اللي هو بريبينار 13. طيب اللي بينتج 10 قال لك لا أنا هشوف يمكن يكون معايا كروس بروتكشن لل 19 إيه، وفي هذه الحالة مش هحط ال 19 إيه. طب تعالوا نشوف بقى نتيجة هذا الكيس ستاديز. أول حاجة في بلجيوم، بلجيوم في 2008 كانت بتطعم بريبينار 7، 2011 حولت لبريبينار 13، وبعدين ابتداء من 15 مقاطعتين في بلجيوم، واحدة في الشمال اسمها فلاندرز وواحدة في الجنوب اسمها والونيا، استعملوا البي سي في 10 بدل البريبينار 13. بصوا بقى البابليكيشن دي في 2018 بعد ما استعمل البي سي بي 10، وعلى فكره الاستادي دي مش فاندد بفايزر المانيفاكتشر، لا دي فاندد بالانستيتيوت ناشونال انستيتيوت فور هيلث اند ديسابيليتي انشورنس اللي في بلجيكا. بص الارقام كان نزل، هي يمكن صغيره، كان 38% في 2011 كانوا 19 ايه، نزلت بعد ما البي سي بي 13 دخل اصبحت فقط 2%. طب بص لما وقف البي سي بي 13 ل 2% في خلال 3 سنين وصلت ل 14%، وكانت اهو ادي التواريخ بتاعه الدخول او ها بص كده اهوت، هتلاقي الارقام على فكره البارز ديت بتمثل سيروتايب 19 ايه بس. بعد البريفينار 7 لما دخل بريفينار 13 نزلت من 83 وصلت 2، مفيش دخل ال 10 طلعت ل 21 اهو. ده الايه الارقام، ما تساهمش بكلمه 21 لان دول 10 تايمز. وكانت الكونكلوجن اللي كتبت هنا هو وي ريبورت سيجنيفيكانت انكريز في النمبر اوف انفيزيف نيوموكوكال ديزيز ايزوليتس، واغلبها كانت بسبب ال 19 ايه، وذات جاست 2 ييرز افتر الشيفت. واستمر هذا الترند ل 2018 في الفتره اللي حد ما عملت الببليكيشن دي. طيب وعشان كده الهيلث اوفيشالز في الفيدريشن اوف والونيا اللي هي في الجنوب قالت ان البريفينار 13 لما حصل ريبليسمنت ظهرت الحالات and they think that this is not so appropriate. طب امال فنلند؟ فنلند بقى بص على 19 ايه اللي على ايدك الشمال اللي بالازرق اللي هو تحت 5 سنين، بص الحالات بعد الانترودكشن اوف بي سي بي 10 ما حصلش تغيير، تنزل وتطلع تنزل وتطلع. طب بص لي على امريكا، اليو اس اي اللي على ايدك الشمال فيرسس فنلاند اللي على ايدك اليمين واللي بلازق ده اللي تحت 5 سنين، هتلاقي مجرد دخلت البي سي بي 13 في مارس 2010 في امريكا حصل ديكلاين ل 19 ايه على طول، ده مش هتقدر تشوفه على ايدك اليمين. وطلعت هذه برضو الملاحظه هناك، قالوا فور 19 ايه نو نت ريدكشن واز اوبزرفد. هل معناه ان البي سي بي 10 وحش الاجابه؟ لا، هو اشتغل واشتغل على السيروتايبس اللي موجودة فيه وإدى درجة من الكروس بروتكشن في 6 إيه، لكن في فنلند ما شافوش إفكت بعد 6 سنين على 19 إيه. طب ادخل على نيوزيلند، ونيوزيلند هنشوف هنا هو في حالات الأوتايتس ميديا المايكروبيولوجي بيفور اند افتر الانترودكشن اوف البي سي بي 10. نيوزيلند غريبة، خدت بي سي في 7 في 2008، بعدها بثلاث سنين حولت لبي سي في 10، بعدها بثلاث سنين حولت لبي سي في 13، بعدها بثلاث سنين في 2017 رجعت البي سي في 10. وعلى فكره السنه اللي فاتت بقى 2020 غيروا السكيدول بقى 2+1 سكيدول غريب كده، بيدوا البي سي في 10 6 ويكس وعند 5 شهور، وبيدوا البوستر دوز عند 12 شهر بعد ما كانت 15. طب بص بقى في نيوزيلند
ادي ال 19 اي العمود الاخضر ده في الاوتيتس ميديا، الحاجات اللي اتزرعت في الفتره اللي بالاخضر ده فتره البي سي بي 10، والاورنج كان فتره البي سي بي 7. فمجرد ال 10 19 اي، وقالوا الكونكلوجن الفارماك اللي هي الفارماسيوتيكال مانجمنت ايجنسي في نيوزيلاند اكنولج ذات ذير مي بي ا سمول لوس ان هيلث بنفيت فروم ذا تشينج من بي سي بي 13 لبي سي بي 10. طب فرنسا بقى كانوا مجرمين الحقيقه، لانهم بيتكلموا بالبراندنج مباشره. قال لك ايه؟ The epidemiological data do not support the use of Simplorix أصدهم يعني البي سي بي 10. وقالوا انه today in France the pneumococcal prevention strategy تعتمد على البي سي بي 13 في كل الايجز. طب تعالى لليو كي نفس الكلام. في 2017 كوميتي في الباكسينيشن وايمنايزيشن قالت السيروتايبس اللي جوه البي سي بي 13 بالذات 19 ايه هي اللي موجوده، وقالوا انها نوت كفر في البي سي بي 10. كويباك بقى الاكسبيرينس بتاعتها دمها خفيف جدا. ليه؟ كويباك في الوقت الحالي هو انديكيتد لكل تشيلدرن ماشيين على 2 بلس 1 بروتوكول. قال لك الجرعتين 2 و4 شهور بيستعملوا البي سي بي 10، وبعدين بيدوا البوستر عند 12 شهر بالبريبينار 13. وده يعني ده ابتداء من مايو 2018 طلعت ريكومنديشن. كويباك هي الاونلي بروفنس اللي بتستعمل البي سي بي 10. طيب مفيش ستاديز بالتكنيك ده الحقيقه، مفيش داتا في التكنيك ده. راحت فايزر الله يسترها منزلته، مش هتعرفوا تقروا الكلام ده. قالت اولدو فايزر كندا تيبيكالي اجري بالديسيجنز اللي بتاخدها كويباك بابليك هيلث اوثوريتيز، ولكن وي هاف تو ديس اجري لسببين. مفيش حاجه اتعملت قبل كده في الدنيا بالطريقه دي، وما عندناش ايفيدنس في الافيكاسي والسيفتي لهذا البروتوكول. فبس بيقولوا البروتوكول المخلط ده هم مش موافقين عليه. ده بالنسبة لل another systematic review ومتا analysis، بس ده عن سيروتايب 3 وعمل ده على observational studies مش blinded studies. الحقيقة دي observational studies، ده منشور في clinical infectious disease في اكتوبر 2018. بص لي كده على الفاكسين efficacy against effectiveness against سيروتايب 3، كان 63% في الببلشد ستاديز، وكان في 72% في الببلشد اند انببلشد ستاديز. ومحدش يسالني جابوا الانببلشد ستاديز منين، والله ما انا عارف. تمام، لكن ده كان سيستماتيك ريفيو. ليه؟ لان في كلام افري ناو اند ذن يطلع يقول لك اصل السيروتايب 3 الفاكسين ما بيشتغلش عليها. لا، ادي ميتا اناليسيز اوبزرفيشنال ستاديز صحيح، لكن فاكسين افيكاسي من 63 ل 73. طب ندخل بقى في الامباكت اللي اتكلمنا عليه. يعني ايه امباكت؟ يعني هشوف الكوميونتي النيموكوكال ديزيز الانفيزيف ما قبل وما بعد دخول الفاكسين. دي اول حاجه في امريكا على التشيلدرن، دي 8 تشيلدرنز هوسبيتال ما بين 94 ل 2011. خد بالك البي سي بي 7 دخل امريكا سنه 2000 واستبدل بالبي سي بي 13 سنه 2010. بص لما دخل انا يهمني شكل الكيرف، سيبك من الارقام، لكن اللي عايز ارقام حاضر. الانفيزيف نيوموكوكال ديزيزز قلت 42% في كل الايجز، وقلت مور ذان 50% في التشيلدرن اندر 2 ييرز. اللي عايز السيروتايبس، الاوفر اول ريدكشن في السيروتايبس اللي موجوده في الفاكسين 57%، سيروتايب 19 اي 58%، وسيروتايب 3 68%. طبعا في سيروتايبس عدد الحالات كان قليل ما طلعش منه ستاتستكس. طيب انذر امباكت اناليسيس في بعدها بسنتين، وادي الشكل في امريكا. بص شكل الكيرف لما دخل ده، بتكلم على 19 اي امباكت
بص لما دخل البي سي في 13 الكيرف اتحدث لتحت، وهو الدخله، وبص الارقام الحمراء دي ما قبل البي سي في 13 دول 19 ايه، والاخضر اللي على ايدك اليمين ما بعد 19 ما بعد البي سي في 13 في السيروتايبس 19 ايه. وكانت الكونكلوجن في هذه الريفيو انه اكثر من 30 الف كيسز اوف انفيزيف نيوموكوكال ديزيز واكثر من 3000 مورتاليتي وافيرتد في اول 3 سنين بعد تدخيل ال 13. طيب في 2016 اسبانيا فيري انترستينج كيس كنترول ستادي، دخل البي سي في 13 في اسبانيا في مايو 2010. انتوا عارفين اسبانيا مرت بفتره مدهوله اقتصاديا، فلما ما لقوش فلوس راحوا ساحبينه في جولاي 2012، راحت الحاله بعد ما نزلت طلعت تاني تمام، فرجعوا حسب معلوماتي انه رجعوا تاني، لكن دي الحالات يوريك كوزاليتي استابلشد على طول. دخلت البي سي في 13 الحالات نزلت في البكتيريميك نيمونيا، وقفته راحت الحالات طلعت تاني، ده الامباكت. طيب تعالوا نبص على الناشونال بروجرامز اوف ايميونايزيشن. اللون الازرق ده البي سي بي الازرق الغامق، البي سي بي 13، الدول اللي فيها بي سي بي 13 لوحده، لكن في دول كبيره ودول صغيره، وبالتالي الخريطه دي قد تكون خداعه. تعالوا ليه دي اسهل، البي سي بي 13 119 دوله ما فيهمش غير بي سي بي 13، 33 دوله ما بتطعمش غير البي سي بي 10، يعني في الاحمر ده مش هتلاقي بي سي بي 13. في سبع دول مشترك فيهم، السبع دول دول ستة منهم البي سي في 13 أكثر من 50% من البيرث كوهورت فاكسينيشن، وواحدة البي سي في 13 أقل من 50%، يبقى الثاني اللي هو البي سي في 10 أكثر من 50%. طب تعالى بص لي كده، ده لحد أغسطس 2019، العمود الأزرق الطويل ده اللي هم 126 دولة اللي قلبت من بي سي بي 7 لبي سي بي 13، 40 دولة فيها البي سي بي 10. طب هتقول لي دول كبيرة وصغيرة، اقول لك بص لي كده، الازرق اخد 26 مليون من ال 32 مليون، يمثل 81% من البيرث كوهورت في الناشونال ايميونايزيشن بروجرام في 99 دولة اللي ما فيهمش جابي. طب نحط الجابي، نحط جنبها الجابي 60 دولة، شوفوا ال 60 دولة فيهم 71 مليون، بينما ال 99 النان جابي فيهم 32 مليون، كلام طبعا واضح عقل، لأن العقلين ما بيخلفوش زي الأرانب زينا، فالدول الجابي اللي هي الدول الفقيرة بتخلف زي الأرانب، ف 71 مليون في 60 دولة، آخر منهم البي سي في 13 48 مليون، ده يمثل 72%. لما نروح لاتين امريكا، الباهو كونتراكت اللي على شمالك الدول بتاعه البي سي بي 13، اللي على يمينك الدول البي سي بي 10، حتى في الجافي اليجيبل كونتريز على شمالك البي سي بي 13، على يمينك البي سي بي 10. الكونكلوجن، ريلاكس اتس اوفر، ذا تيك هوم مسج، الانفيزيف نيوموكوكال ديزيزز ار كومن سيريس resistant to treatment, vaccine preventable. عندنا الوقت أسلحة to prevent these diseases. الانفيزيف نيوموكوكال ديزيز والنيمونيا والأوتايتس ميديا والهيفي بيرد، كل ده ممكن نقلله. البري سي في 13 proved to be effective in reducing invasive pneumococcal diseases, community acquired pneumonia whether bacteremic or non-bacteremic, otitis media and nasopharyngeal carriage. هو طبعا الناتشرال اكستنشن اوف البريفينار 7، البي سي في 13 بيليست اميون ريسبونس لكل ال 13 سيرو تايبس بغض النظر على الايمونايزيشن سكيدول اللي هو 3+1 او 2+1 او 3+0، وهو الوحيد اللي جواه 3 سيرو تايب مباشره، واللي بنخاف منه طبعا 19 ايه، عشان مش بس ال خطورتها، لا عشان كمان الريبليسمنت انها كانت بتزيد. جروينج داتا الافكتفنس والامباكت اوف بريفينار 13 على سيروتايب 19 ايه ديزيزز وكولونايزيشن، خلاص دي فاكت. في كلام تاني، رغم ان البي سي في 10 للامانه اخد الايما ابروفال
against the serotype 19A. لكن في عندنا كيس ستادي زي بلجيكا وفنلاند ونيوزيلاند واذرز، كل دول يعني بيقال يمكن ما يكونش as effective as. انا جايب لك الصوره دي ليه؟ شوف ده صوره الامير ويليام لما خلفه وطلع من المستشفى، وفي ناس صورت الصوره اللي على ايدك الشمال ويبان لا مؤاخذه انه مطلع صباعه لحد وكده، بينما هو كان الراجل الصوره الاصليه على ايدك اليمين. ونفس القصه هنا اهو، بص الراجل على ايدك اليمين تحس انه زينا كده، لما تيجي تجيب صورته الاصليه تلاقيه قاعد حافي ومقلحط ومش لاقي اللبس اللي عليه. ليه؟ لان الصوره لا تكتمل غير لما تشوف بالعينتين. فانا اتكلمت بعين النهارده فايزر، مش معنى عين فايزر ان في اي معلومه من اللي اتقالت غلط اطلاقا. اتحدى حد يطلع معلومه غلط، كل اللي اتقال صح، ولكن هتستكمل الصوره لما تسمع another talk about the competitor vaccines، فعندئذ تكتمل الصوره. وعلى فكره في المؤتمر another talk about the competitor vaccine. Thank you very much، واتمنى نكون خرجنا باي حاجه مفيده، ونفتح الاسئله ان شاء الله بعد شويه.